फिर की मैं भी सोचा करीब हुएगा। أبناء الأحباء، نحن نعرف ما علينا من واجب. المحنة كبيرة لا شك، ولكنه يقتضي لها توحيد القلوب. لبنان كان وسيبقى وطن الحرية، وطن السيادة، وطن الاستقلال الناجز التام. المدفع إذا كان الآن له مكانه فسيأتي وقت لن يكون له مكان، لكن للحوار، للتفاهم. هذا هو رأيكم ونحن نرحب به، ولكن أظن أنكم وأنتم تتعشقون الحرية والمناخ الديمقراطي تتركون لغيركم أيضا أن يعبر عن رأيه. لن يملي علينا أحد رأيا. قصة بكركي ما بدها تضخيم الإعلامي اللي هالقد يعني. نطلب منكم الوعي والهدوء والتفاهم والمحبة. نطلب منك انك كل واحد اشتغل بالمصحة على اي ايري منك اخته. بس يروحوا الناس لعندهم لازم يستقبلوهم. وقصة البطريرك لازم يكون مثل الأب، شو ما كانوا الناس غضبانين لازم يستوعبون. مظبوط، كان لازم يصير من زمان بعيط لي قال حبيبك كان